في لقاء مع اون لايف صرح مدير عام المجزر الآلي للبساتين الدكتور مصطفى رمضان بأن المجزر يستقبل الأضاحي مجانا وبدون رسوم على مدار أيام عيد الأضحى. على مدار أيام عيد الأضحى المبارك المجزر مفتوح مجانا لاستقبال الأضاحي من بعد صلاة العيد النهارده. احنا متواجدين في المجزر من الساعة 7 الصبح لاستقبال الأضاحي بحيث الناس تيجي تذبح في المجزر ويحافظوا على البيئة من بره بحيث تبقى الشوارع نظيفة. وبالنسبة للخدمات اللي بيقدمها المجزر للناس المضحيين طبعا الناس بتذبح هنا بدون رسوم مجزرية اللي هي بتدفع الحيوان نظير استهلاك المية والكهرباء والأرضية بتاعة المجزر. النهاردة إن شاء الله احنا فاتحين من الساعة 7 طبعا كل مرتبطين بصلاة العيد لأن طبعا لا يصح ذبح الأضحية إلا بعد الصلاة. أما بالنسبة لنا طبعا ابتداء من بكرة إن شاء الله إن لو عايز يذبح من بعد صلاة الفجر هيلاقي المجزر إن شاء الله مفتوح وهيلاقي إن شاء الله الدكاترة موجودين. بالنسبة لنا الجاي بالنسبة للقرار الجاي اللي هو أول وتاني أيام العيد بس برضه احنا مش هنمنع لو طبعا في ناس ممكن تذبح في الثالث والرابع فطبعا إن شاء الله شغالين في أربع أيام العيد والاستقبال الأضاحي.